جميعا. في شيء كان ملاحظه حلو، الافضل في القراءه في الصلاه الركعه الاولى تكون القراءه اطول من الركعه الثانيه. ما اقرا مثلا سوره الاخلاص بعدين اقرا الناس، اقرا الناس بعدين الاخلاص، هذا الافضل في الصلاه. هذه من باب تعاونوا على البر والتقوى، بس لاني بالله احسنكم ولاني بافضلكم ولكن لكم فقط. الله يطول في اعماركم جميعا، الله يطول فيها. ها تقبل الله طاعتكم يا ربع. عندي